عندما وصلت مارلين مونرو إلى لندن في صيف عام 1956 أسرت قلوب ملايين البريطانيين الذين استقبلوها كأحد كبار نجوم هوليوود. أما الصحافة فلم تفوت فرصة وجودها لأربعة أشهر لتصوير فيلمها The Prince and the Showgirl، وأحاطت زيارتها باهتمام كبير. شريكها في بطولة الفيلم النجم البريطاني لورنس أوليفييه كان هناك. صور لمونرو بعدسة مصورين بريطانيين وأخرى التقطت أثناء زيارتها لبريطانيا، بإضافة إلى صور لها على أغلفة المجلات البريطانية، كلها تعكس حب وإعجاب البريطانيين بأسطورة السينما الأمريكية. لقد مضى أكثر من 50 عاماً على الزيارة الأولى والأخيرة التي قامت بها الأسطورة الشقراء إلى لندن. متحف الفن البريطاني خلد دار نجمة حلت ضيفة على عاصمة الضباب برفقة زوجها الكاتب آرثر ميلر وملكت القلوب لترسم ما يعرف بقصة حب بريطانية خالصة. المعرض يضم 21 صورة فوتوغرافية لمارلين، معظمها التقط أثناء تصويرها فيلم The Prince and the Showgirl ولقاءاتها مع الملكة إليزابيث الثانية والشاعرة إيديث سيتويل. في هذه الصورة نرى الشاعرة إيديث سيتويل جالسة مع أهم نجمة في العالم وهما في حالة انسجام، وقد التقيا مرتين في لندن ونيويورك. إيديث أذهلها التناقض في شخصية مونرو، حيث الإغراء مع طفولة وبراءة واضحتين. وقالت إيديث في مذكراتها إنها اكتشفت حزنا كاملا في أعماق شخصيتها. سيسيل بيتون أحد المصورين الذين استطاعوا عبر عدستهم تقديم وجه آخر لمونرو. سيسيل كان مفتونا بسحرها وعفويتها. وصلت مونرو إلى مكان التصوير ومعها فستانان، وضعت مكياجها بنفسها وكانت تعرف ماذا تفعل. هنا مختارات من أغلفة المجلات البريطانية التي رافقت مسيرة مونرو من بدايتها إلى أن أصبحت أسطورة السينما. زوجي وأنا نود أن نشكر الشعب البريطاني على استقباله الحار لنا خلال وجودنا هنا. رحلت مارلين ولن تعود، لكن قصة الحب بينها وبين البريطانيين ستبقى خالدة إلى الأبد. ريما شلون، بي بي سي.